ما حكم صيام شهر رمضان؟ الحمد لله أسلم هذا. نعم. واحد ركن من أركان الإسلام، ما الدليل على فرضية صيام شهر رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني لا يمكن أن ينكر فرضية صيام شهر رمضان مسلم. الذي ينكر فرضية الصيام أنت وما هو علم الدين بالضرورة. فهذا نسأل الله السلامة والعافية. يقول إلا إذا كان حديث أهل الإسلام لا يحب يعلم. إن رجع تركنا وإن أصر هذا هو الأفضل. لأنه كيف ينكر الصيام؟ نعم. هناك فرق بين إنكار الصيام وبين ترك الصيام للأسف. طيب. ما الحكمة النفسية؟ لماذا نصوم شهر رمضان؟ لماذا؟ لماذا؟ أو ما الحكمة من فرضية الصيام؟ لماذا نصوم؟ لماذا نصوم؟ نعم. تقول. الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون. لأنك الآن عندما تصوم ما يرى أحد أحيانا عندما تدخل البيت إلا الله، فلا تأكل ولا تشرب ولا تدري مفسدات الصيام، تتقى الله تخاف منه. نعم هذا حكمة من الفكر. غير ما الحكمة؟ نعم. تعود الناس على الصبر. تعود الناس على الصبر، تعود نفسك أن تصبر وجاهد الناس والشيطان، والشيطان عصمك يا أولي الأعمال اصبروا وصابروا وراروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر على ما؟ صبر على طاعة الله بأن يصوم، وصبر على معصية الله يجتنب مفسدات الصيام، وصبر على أداء ما قدر الله عليك في هذا البلاد أن تصوم كم ساعة؟ 20 ساعة تقريبا. فهذا أمر كله طاعة عليك، ما تسمع؟ تصبر ولا تصبر. طيب هذا الحكمة الثانية. نعم. الشعور والإحساس يا أخي المسلم الذي لا يجد دخول يأكل الإحساس. والأمة الإسلامية أمة واحدة تشعر بما عليه الفقير يمر عليه الساعات والطوال ولا يوجد شيء، لا طعام ولا شراب. ولهذا تشرع الصدقة في رمضان، وكذلك يجب على الصائم إخراج زكاة الفطر ليتناهى الفقير عن السؤال في يوم العيد. نعم هذا هو الثالث. من يقول يا رب؟ كذلك أن الآن الإنسان عندما يصوم فهو يتذكر نعمة الله عليه. ليل نهار وهو يأكل ما شاء الله ما لبث وراءه، فهو يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الغاز ضبط النفس. أنت عبد، العبد ليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يسأل عما يفعل ولا يسأل. هذه العبودية فيها عزة وإذعة. أما هذا الذي يقول أنا حر، كل من يقول أنه حر هو في الحقيقة والله عبد للشيطان. صحيح؟ عبد للهوى والشيطان. هذا يقول تقول يا مبسوط يا أنا حر، حر تعود للشيطان. أنت محارب لرب العالمين. هذا كثير والله هذا عبد للشيطان. أطعنا طاع الشيطان. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغيت من عز الغير قال أذن لنا الله. إذا الحكمة الخاصة اترك الأتباع، إحنا نريد نتكلم في ذلك الشريعة، الشريعة روحي. طيب إذا الحكمة الخاصة من يعيد هذا؟ الحكمة النفسية التقوى، تهذيب الناس، تعود على الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله. الحد
الإحساس بحال الفقراء والتصدق عليهم. التفرغ لعبادة الله وثلاثة ذلك. شكر النعم. والرابع أنك عبد ليس لك اعتراض. تقول صيام رمضان تقول أصوم. تصلي المجر وبعدين تصلي. فإذا انفجر المجر الله تقول أنا عبد. ليس لي أقول سمعا وسمعنا الله. طيب.